كرم الله سبحانه وتعالى. كيف هذا يعني شوف يعني الحركة الدؤوبة ذكرها في سورة الحديد الشيخ، يعني لو تقرأها لنا إيش قال؟ يعلم ما يلج ما يلج في الأرض وما يخرج منها. لا لك تقرأها لنا شيخ. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. شوف اقرأها هالآية بس تفضل. احضرها يا شيخ، خلي يحضرها أول. طيب مشايخ متعودين على الواقع، فهمت؟ يلا لازم انا كذا هجوم ما عندنا ترى حتى الحافظ يضيع. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. أنا القصد شوف كيف الحركة الدوبة، يعلموا ما يرجو في الأرض. شوف اللي يرج في الأرض إيش؟ المياه، البذور، الحشرات، الحيوانات، لا تخافوا بسم الله عليكم، الجن. شفت كيف؟ وما يخرج منها من النباتات والزروع والمياه والنفط والذهب كل هذه الحركة الدوبة، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما ما تغفلون عنه. شفت الحركة هذه؟ سبحانه. الله ما يغفل عنكم. سبحانه. فلما يعني تبين هذه الأشياء للأطفال يحبون القرآن. أولادك. يا سلام. فإذا أحبوا هذا القرآن وقرأوه واستمروا على قراءته أحبهم الله سبحانه وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب. الحديث القدسي صحيح. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يكون ولي. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني أصبح ولي من أولياء الله. فتعطي هذه الصورة الكاملة لهذا الابن. يا سلام. والأهل وما حوله. الله يجعلنا وياكم دكتور.